عمر واخيرا وين كنت؟ ايه ده؟ انت لقيت عليا بجد ولا ايه؟ عمر قلب عمر عن جد عم بسالك وين كنت؟ مفيش يا ستي، واحد ابن حرام حاول ينشلني، حسيت بايده قفشت فيها ولعت. اتاريه بقى ما كانش لوحده ابن اللذينه، كان معاه اتنين تانيين اتكتروا عليا، وعقبال ما ظهروا ولاد الحلال كان فات الاوان. شالوني هيلا بيلا ودوني على المستشفى، واول ما حسيت ان انا قادر امشي على رجليا جريت جري عليكي. طب ليش ما حكيت البوليس؟ انا لحقت. صار لك شيء؟ ما انا زي الجن قدامك اهو. لا ده احنا جامدين قوي، يكشي بس ان قطره دايما تفرم الشجاعه. الحمد لله على سلامتك. سيبك انت، انت بجد قلقتي عليا؟ اه بجد. ده حب بقى يا جدعان. عمر شو هالحكي؟ الله يخرب بيت شو دي اللي مجنناني، بنام احلم بيها والله. عمر؟ عمر قطع الخلف. كده يا عمر كده. تلات ايام ما اعرفش عنك حاجه. معقوله؟ كنت فين؟ مفيش يا ستي، شويه حراميه ضربوني وسرقوني. والبوليس قبض عليهم؟ وانا بلغت اساسا؟ مش فاهمه. تنضرب وتنسرق وما تبلغش، مستنيه ايه اكتر من كده؟ وانا يعني لو بلغت حاجتي هترجع؟ دي مهمه البوليس. قول لي بقى، انت سرقت فين وازاي؟ في الشارع اللي جنب الفندق، وعلى حظهم ولاد الكلب ما كانش في غيرهم في الشارع. لا دول لازم ياخدوا جزاءهم. يا ستي ما خلاص بقى، بقولك شويه حراميه وضربوني وانا قدامك زي الفل اهو. انت بتاخد دواء؟ دواء ليه؟ انا مش عيان، انا مضروب. عملوا لك سكانر مخك، ضلوعك؟ هم عملوا كل الواجب الحمد لله، انا زي الفل اهو. معلش مسارة، تسمحي لي روح بعد اذنك؟ بكير في شيء؟ لا معلش تعبانه شوي. اوكي فيك تروحي، بس تبقي طمنيني عليك. اكيد. تحب اجي اوصلك؟ هي معاها عربيه وانا عاوزاك في الشغل، غير اذا مريم مش قادره تسوق. ده لا اكيد بقدر سوق بالاذن. مع السلامه. مالك تسربعت على الخروج؟ قلت لك عاوزاك في شغل. يا ستي ما انا قاعد اهو. وامري. قول لي الاول، مرتبط؟ مرتبط؟ ما فهمتش يعني ايه مرتبط؟ يعني في واحدة في حياتك؟ هو ده الشغل اللي انت عايزاني فيه ولا ايه؟ من غير لف ودوران، جاوبني. مش لما اعرف ايه علاقة الشغل بالارتباط؟ عايزة اطمن عليك. انا كويس الحمد لله. جميل. وقلبك ماله؟ مشغول بحد؟ مريم مثلا؟ ايه اللي خلاك تقولي كده؟ حاسة ان في حاجة. كل ده عشان عرضت اوصلها عشان تعبانة؟ ده احساس من زمان يا شيخ، بلاش تهيؤات. مش تهيؤات، احساس غلط مش مظبوط. متأكد؟ انت فايقه ورايقه وانا جسمي بينقح عليا وتعبان، عايز اروح ارتاح. والشغل؟ دي اشتغاله مش شغل. وبعدين يا ستي الشغل يتأجل، انا كنت جاي اطمن عليكم واروح، حاسس ان انا مش تمام يعني. باي باي. بقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب تطلع منين يا ابني؟ ده انا عايزك بالمنظر ده. فين؟ تعال نروح الاوتيل ونعرف هناك. يلا يلا. الكي بليز. على اوضتك. اوضت ايه يا عم؟ انت مش تقول لي في ميعاد؟ اه بس اصل هو هيكلمنا على اوضتك. الجو المريب ده اللي فيه.
ايش مالك اتخضيت هيك؟ ايه بقى الشغل بتاع فيلم حفاية على جسم الذهب ده؟ انا بحب عادل ادهم في الفيلمات. مذاكر يعني. ده ايه اللي جابك هنا قلت؟ سمعت انك متضايق وعم تفكر تترك البلد وترجع على مصر. مظبوط هذا الحكي؟ ما تغيرش الموضوع يا برنس، وقولي دخلت اوضتي ازاي؟ انت ما تغير الموضوع وجاوبني. سالم روح انت. يلا باشا، انا هسبقك على القهوة، ما تتأخرش. انت عن جد مش عاوز تبقى هون؟ او عم تقول بس هيك لسالم؟ لا بجد. ليه؟ من اللي عملتوه معايا. شو عملنا معك؟ عمالين تلعبوني، روح تعالى ركز افتكر، وفي الاخر ما لابنيش غير الا كرامتي، وانا بقى كرامتي ليها سعر. برافو عليك. انا كمان بقول دائما انه كل اشي في الحياه له سعر. بس انا سعري غالي. نحن اتفقنا انه رح نوصل لحل وسط، وانت وعدتني انك رح تقعد. انا ما وعدتكش، انا مستني اشوف الحكايه مستاهله اقعد ولا لا. ما انا قلت لك مستاهله. خلاص رح تقعد؟ مش لما ترمي بياضك الاول؟ انا بياضي عملي جايب لك شغله حلوه وإلها علاقه بمجال تخصصك. مش فاهم. مش انت تخصصك تركيب الكاميرات والميكروفونات؟ بيقول انا بقى جايب لك سبوبه على راي حسن صاحبك، حلوه ومريحه، لحتى ما تقول انه اللواء بس اللي انت بتشتغل معه بمصر هو اللي بيجيب شغل وعنده علاقات. ومستني ايه؟